أهلا بكم في فيديو جديد من كريم ستورز. النهاردة هنعمل مراجعة لكاميرا محبوبة جدا لناس كتير، سواء يوتيوبرز أو فلوجرز أو أي حد محتاج كاميرا يقدر يعتمد عليها سواء في تصوير الفوتو أو الفيديو. معانا النهاردة مراجعة للكاميرا كانون ايوس 200D. الكاميرا دي تعتبر من أرخص كاميرات الفئة المتوسطة عند كانون، لكن مع ذلك الكاميرا تقدر تعتمد عليها في كل حاجة تقريبا. نتكلم شوية الأول عن البودي. البيلد كواليتي بتاعت الكاميرا كويسة، ما تقلش عن كاميرات تانية كتير من نفس الفئة زي مثلا الـ 800D أو الـ M50. كانون ايوس 200D تعتبر من أصغر الكاميرات الـ DSLR، ومع ذلك هتلاقي إن إمكانياتها عالية جدا. من ناحية سهولة الاستخدام، فالكاميرا ماسكتها في الإيد مريحة جدا، والكاميرا وزنها خفيف وده بيخلي الاستخدام أسهل. لكن للأسف من ناحية البودي، الكاميرا فيها دايل واحد بس لتغيير إعدادات التصوير، لكن في المقابل هتلاقي الشاشة التاتش الممتازة واللي تعتبر من أهم مميزات كاميرات كانون، الشاشة اللي تقدر تحركها وتلفها بأي طريقة وتقدر تخليها موجهة ليك لو بتصور نفسك. غير كده في عندك على الجنب مكان لتوصيل مايك خارجي، وده بيخلي الكاميرا دي من افضل الكاميرات اللي ممكن تستخدمها في اليوتيوب والفلوجينج. العدسة على 18 ملي هتديك كادر واسع مناسب للفلوجينج، وكمان العدسة فيها تثبيت بصري او ايمج ستابلايزيشن هيقلل من اهتزاز الصورة اثناء الحركة، وتقدر تقلب الشاشة عشان تكون موجهة ليك وتركب من فوق مايك خارجي عشان جودة الصوت تكون ممتازة. وفي حاجة مهمة عايزين نأكد عليها، الكيت لينس اللي بتيجي مع الكاميرا دي أو مع كاميرات الفئة المتوسطة بشكل عام أحسن بكتير من الكيت لينس اللي بتيجي مع كاميرات الفئة الاقتصادية. هنا عندك الكيت لينس 1855 IS STM، الفرق بيبان في وزن العدسة، وفي الظهر هتلاقي إزاز بيقفل ظهر العدسة، والديزاين بتاع العدسة في الزوم من 18-55 بيخلي العدسة شكلها أفضل وبتبقى مقفولة وحجمها أقل، وبتلاقي إن في رينج للفوكس مستقل، بالإضافة إلى إن العدسة فيها تثبيت بصري أو Image Stabilization. كالعادة بسبب حجم البادي الصغير هنلاقي إن الترايبود بليت هيقفل على باب البطارية وكارت الميموري، فبالتالي لازم تشيل الترايبود بليت كل ما تحتاج تشيل البطارية أو كارت الميموري. لو جينا نشوف باقي إمكانيات الكاميرا هنلاقي إن السنسور عالي بدقة 24 ميجا بكسل مع بروسيسور حديث من كانون ديجيك 7 مع أحسن أوتو فوكس في سوق الكاميرات خصوصا في الفيديو، الديو والبيكسل اوتوفوكس، يعني اداء الكاميرا هيكون ممتاز سواء في تصوير الفيديو او الفوتو. نتكلم الاول عن تصوير الفوتو. لو خدت صور باستخدام الفيو فايندر هتلاقي عندك 9 نقاط فوكس، وده يعتبر عدد مقبول، لكن الفرق الحقيقي بيبان لما تستخدم الكاميرا عن طريق اللايف فيو، وقتها هتستمتع بالديوال بيكسل اوتوفوكس وهتقدر تستخدم الشاشة التاتش علشان تختار الحاجة اللي تعمل عليها فوكس. هتلاقي نفسك قادر تظبط الفوكس على اي مكان في الكادر بمنتهى السهولة، ومش هتكون محدود بالتسع نقاط الفوكس اللي بتشوفهم في الفيو فايندر. واستخدام الشاشة المتحركة في التصوير ميزة مهمة، لانها هتسمح لك بالتصوير من زوايا مختلفة، وتقدر تستعمل الشاشة عشان تلقط فوكس او حتى علشان تلقط الصورة. ولو جينا نتكلم عن التصوير المتتالي هنلاقي ان الكاميرا بتصور بسرعة 5 فريمات في الثانية. لو هتصور جي بي كورو هتقدر تلقط 6 صور، وبعدين سرعة التصوير هتنزل لصورة واحدة في الثانية، ولو هتصور رو بس هتقدر تلقط حوالي 10 صور، وبعدين سرعة التصوير هتنزل برضو. لكن لو هتصور جيبك بس هتقدر تصور بشكل متواصل. ومن ضمن المميزات نظام عرض للمبتدئين، بتقدر تختار ما بين نظامين لعرض القوائم والإعدادات. في عندك نظام تعليمي للمبتدئين مليان تفاصيل وشرح وحاجات زي كده، والنظام التاني العادي المباشر اللي ما فيهوش اي شرح. فلو انت مبتدئ في استخدام كاميرات كانون في عندك نظام ياخد بايدك للاحترافيه،
الكاميرا فيها كل أنظمة التصوير المختلفة، سواء التصوير المانوال الكامل اللي بيسيبك تحدد كل الإعدادات بنفسك، أو التصوير السيمي مانوال اللي بيتحكم في بعض الإعدادات ويسيبك تحدد الباقي، أو التصوير الذكي التلقائي الكامل اللي بيحدد كل الإعدادات بشكل تلقائي حسب ظروف التصوير وحسب الشيء اللي بتصوره. وفي برضو كل أنظمة التصوير الذكية المختلفة، التصوير السيلفي والبورتري واللاندسكيب والرياضة والماكرو والأكل وغيرهم. يعني الكاميرا بتجمع ما بين الخصائص الاحترافية والأنظمة الذكية اللي بتساعد المبتدئين. ندخل بقى على تصوير الفيديو، واللي يعتبر ممتع جدا بسبب الديوال بيكسل أوتو فوكس، بيخلي الكاميرا دي من أحسن الكاميرات في تصوير الفيديو. التراكينج ممتاز جدا، والفيس ديتكشن ممتاز جدا، والانتقال ما بين أماكن الفوكس بسرعة وبسلاسة. وطبعا الشاشة اللي بتقدر تقلبها عشان تكون موجهة ليك من أهم مميزات في الكاميرا دي، فلو انت يوتيوبر او فلوجر هتقدر تصور نفسك بسهولة، وهتبقى متأكد دايما ان الفوكس عليك مظبوط. الكاميرا بتصور فيديو بجودة Full HD من اول 24 فريم في الثانية لغاية 60 فريم في الثانية، يعني هتقدر تعمل فيديوهات سلو موشن بجودة عالية، مع التنبيه على ان بعض كاميرات كانون الجديدة حذفت خاصية التصوير ب 24 فريم في الثانية. ما علينا، الكاميرا بتقدم لك اكتر من جودة في التصوير، حاجة اسمها الـ IPB وحاجة اقل شوية اسمها Light IPB. ده معناه انك لو عايز فيديوهات تاخد مساحة اقل تقدر تختار الصيغة اللايت، ولو عايز اعلى جودة تقدر تصورها بالكاميرا هتختار الـ IPB العادي. وعشان كده تقدر تعتمد تماما على الكاميرا في تصوير كل انواع الفيديو تقريبا. ومن ضمن المميزات الموجودة في تصوير الفيديو هتلاقي في المنيو مود التايم لابس، وده هيغنيك عن استخدام ريموت خارجي لعمل النوع ده من الفيديوهات. الكاميرا بتخليك تحدد الاعدادات اللي انت عايزها للتايم لابس، وفي النهاية بتدمج كل الصور بشكل تلقائي عشان تطلع لك فيديو فول اتش دي بجودة عالية جدا. برضو من ناحية تصوير الفيديو الكاميرا بتسمح لك تصور مانوال او اوتوماتيك، ومفيش للأسف انظمة سيمي مانوال، يعني الكاميرا مش بتسمح لك انك تحدد فتحة العدسة وهي تحدد لك باقي الاعدادات بنفسها، او انك تحدد سرعة الشطر وهي تحدد لك باقي الاعدادات بنفسها. يا اما تحدد كل حاجة بنفسك، يا اما تسيب الكاميرا تحدد لك كل حاجة. ومن ضمن المميزات الجامدة جدا في الكاميرا انك تقدر تتحكم بشكل كامل في الكاميرا عن طريق الواي فاي من خلال برنامج كاميرا كونكت، سواء في تصوير الفوتو او الفيديو. بتقدر تشوف نتيجة التصوير على شاشة الموبايل، وتقدر تغير في كل الإعدادات اللي انت عايزها. فلو انت يوتيوبر وبتصور نفسك لوحدك في البيت تقدر تستعمل الموبايل كريموت في الفيديو، تتأكد من خلال شاشة الموبايل ان الفريمينج مظبوط وتظبط الإعدادات زي ما انت عايز، وتبدأ وتنهي التصوير من خلال الموبايل وانت قاعد في مكانك. يبقى في النهاية نقدر نقول باختصار ان الكاميرا دي بتدي لك قيمة ممتازة في مقابل السعر. بتاخد اداء ممتاز في تصوير الفوتو والفيديو، وتعتبر من افضل الكاميرات اللي بننصح بيها اي حد عايز يبتدي على يوتيوب، سواء هتستعمل الكاميرا دي على ترايبود او هتعمل فلوج وتصور نفسك. هتقدر تعتمد على الكاميرا في كل ظروف التصوير المختلفة تقريبا. فلو انت حسيت ان الكاميرا دي مناسبة ليك تقدر تشتريها عن طريق كريم ستورز، ادخل على موقعنا وشوف سعر المنتج، وتقدر تتواصل معنا عن طريق صفحات السوشيال ميديا. وقبل ما نختم الفيديو عايزين ننبه على ان الكاميرا كانون ايوس 200 دي مواصفاتها قريبة جدا من الكاميرا اللي اعلى منها شوية كانون ايوس M50، فلو انت ما شفتش فيديوهاتنا عن M50 هتلاقي لينكات الفيديوهات تحت في وصف الفيديو. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة، انتظرونا في فيديوهات تانية كتير بإذن الله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد.